يا صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. هلا رح نروح لأولى فقراتنا الصباحية لليوم لنحكي فيها عن فقر الدم. فقر الدم يعد من الحالات الطبية اللي بتتميز بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء اللي بتنقل الدم تنقل الأكسجين للأنسجة. لهيك رح نحكي اليوم عن فقر الدم، أسبابه وأعراضه وأنواعه وأيضا طرق الوقاية منه. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور بهجة ناعورة، اختصاصي في الطب المخبري. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك يا ربي. صباح الخير حكيم، واهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك. عم نحكي اليوم عن موضوع طبي، وكنا عم نقول انه هو شائع بين الناس ويمكن صارت نسبته اكثر بهي الفتره، يعني بسبب خلينا نقول التغذيه اختلفت أكيد. يعني خلينا نروح بالتعريف العلمي والطبي لفقر الدم. تمام. هلا فقر الدم من ناحيه التعريف الطبي هو حدوث مشكله بقلب الكرية الحمراء أو الهيموغلوبين الخضاب اللي ضمن الكرية الحمراء اللي هي بدها تنقل الأكسجين لأنسجة الجسم. صحيح. هي من ناحية التعريف الطبي. هون بيكون عندك الكمية من الكريات الحمراء أو من الخضاب غير كافية حتى تنقل الأكسجين لكافة أعضاء الجسم، وهذا رح يؤدي لمضاعفات فقر الدم. تمام. خلينا نحكي دكتور عن أسبابه، يعني الأسباب الرئيسية له، ويمكن بتختلف الحالة من شخص لشخص. إيه أكيد. هلا بالنسبة لأسباب فقر الدم هي أسباب كثيرة. أول شيء حتى نحدد الأنواع، كل نوع له سبب. من ناحية البسيطة هي ممكن يكون السبب الأشياء هو فقر الدم بعوز الحديد. ممكن تكون فقر الدم بسبب العوز فيتامين بي 12. ممكن تكون سبب بعوز البي 9. هذا من ناحية العناصر الأساسية. ممكن تكون بعوز الإريثروبيوتين. ممكن تكون بسبب وراثي، هي حامل لطفرة تلاسيميا، حامل طفرة منجلي. ممكن تكون سبب فقر الدم بسبب مرض مزمن أنيميا أوف كرونيك ديسيز. ممكن تكون فقر الدم الخبيث. ممكن يكون عندنا فقر الدم الخبيث. الخبيث سمعت شيء ثاني أنا. ممكن يكون عندنا فقر الدم قلنا احنا امراض المزمنه انيميا، وممكن يكون عندنا فقر دم غير مصنع بلاستيك انيميا. بهي هون كل نوع له سبب لفقر الدم. حكيمي احنا فينا كمان نقول يوم وراثيا، يعني اذا كان له علاقه بفتره الحمل من الام ممكن تكون قصه كمان. اكيد. طيب خلينا نروح اليوم للاشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع. في اعراض اكيد بتظهر عليهم بيقدروا من خلالها يروحوا للتحليل المخبري ليعرفوا اليوم نسبه الحديد ومخزون الحديد بالجسم. خلينا نحكي عن الاعراض اليوم، كيف نحن قادرين نميز اذا هو فقر دم او ممكن يتشابه مع عرض اخر او حاله اخرى. تمام. هلا اول شيء بالنسبه لفقر الدم، اول شيء بنطلع نحن على الاعراض. الاعراض هي التعب، شحوب الجلد، دوخه، صداع، فقدان الشهيه. هدول الاعراض الاساسيه اللي له. ممكن يصير تسرع بالقلب وهذا ممكن يسبب له نحن اجهاد. بل احنا بعد هدول لما يصير عند اي مريض هذا الاعراض نحن بنعمل بتحليل اول شيء بسيط جدا هو اسمه السي بي سي كومبليت بلاد كاونت. من ضمنه رح نتعرف نحن على الكريه الحمراء وعلى الخضاب وعلى مناسب الكريه الحمراء، يعني من ناحيه الحجم وامتلاءها للكريات امتلاءها للخضاب والار دي دبليو اختلاف الاشكال لها. هون نحن بهي الحاله هون حناخذ صوره مثل صوره الدم. من صوره الدم نحن هون حنتوجه اول شيء بدنا نعرف اذا موجود فقر الدم، ومن الصورة احنا حنتوجه شو ممكن يكون نوع فقر الدم. بل احنا على هذا الاساس. تحبي توسع بها فيها نوع يعني كونه ذكرت النوع، فنحن اكيد يعني اليوم لازم نوضح الفكرة يعني بالتحليل شو ممكن الانواع اللي ممكن تظهر مع حضرتك كمخبري اليوم. تماما. هلا اول شغلة احنا المريض رح يبتدئ بصورة الدم مثل ما حكينا هو الكومبليت بلاد كاونت. منا رح نشوف احنا شو في عندنا نقص. يعني على فرض على مثال اذا لقينا احنا مثلا عندنا الكريه الحمراء تعدادها قليل، الخضاب نازل، حجمها للكريه صغير، مشعر الار دي دبليو مشعر لاختلاف الاشكال حيكون كثير كبير، وطبعا في مشعرات مخبريه طبعا ممكن احنا ندرسها هي ما بنكتبها احنا ندرسها. مثلا مثل مشعر منتظر اندكس بنقسم قيمه الام سي في على الار بي سي. اذا لقيناها تحت فوق ال 13 مكان نكمل مع ممكن لاقي نقول انه هي الحاله هي اي دي اي ايرون ديفشنسي انيميا. طبعا بالمقابل اذا لقينا المشعر تحت 13 ولقينا في زياده بالكريات الحمراء مع نقص بالحجم واختلاف الاشكال الطبيعي هون بنتوجه باتجاه التلاسيميا. هنحكي وحده وحده. اذا احنا باتجاه فقر الدم بعوز الحديد توجهنا هون رح نطلب نحن حديد حر، حنطلب سعه رابطه، حنطلب مخزون الحديد، ممكن نضاف له سرعه تصفل او ال دي اتش
تمام مشان نعمل صوره كامله. هم بنحدد احنا انه هذا فقر الدم راح باتجاه عوز الحديد. هو امن. اسباب فقر الدم بعوز الحديد ممكن تيجي عن طريق نقص وارد الغذائي، ممكن تيجي عن طريق استخدام ادويه بشكل مزمن مثل مضادات الحموضه، ممكن تيجي عن نزف مزمن، ممكن تكون سبب الاشياء عند المسنين هي نزف معدي، او عند الصبايا اليافعات هي بسبب الدوره الشهريه ممكن تكون غزيره وما يكون في وارد غذائي يعوض كميه فقد الدم. هون نحن خلصنا من اول حاله، يعني هيك ببساطه مخبريه. ممكن على التلسيميا نحن اذا لقينا هذا المشعر المنتظر مثلا تحت 13، هون بنطلب بقى مثلا نطلب رحلان خضاب. رحلان خضاب هون حيحدد اذا في طفره وراثيه كانت موجوده او لا. طبعا من اي ناحيه حكيم، الاب او الام ممكن تجي هي الطفره؟ لا ممكن تجي من الشخصين. عشان هيك نحن لو في عندنا كمان مخبر ما قبل الزواج هذا حديث دائما بيقولوا من العمات اكثر من جهه الاب تجي الامراض وال هلا دائما هو الذكور ثلاث ارباع يعني هن الاكثر السبب بالامراض يعني اكيد. بنطلع هون نحن على رحلان الخضاب، وفي مشعرات ثانيه ممكن نطلع عليها. هنلاقي هون مخزون الحديد ممكن يكون مرتفع مثلا بمرضى التلاسيميا. هون حنحدد بقى شو هو التلاسيميا. ممكن لا تكشف بالرحلان، ممكن احنا نعمل طفرات وراثيه في جزء من التلاسيميا لا يكشف بالرحلان، نعمل احنا طفره وراثيه. هي من ناحيه فقر الدم نقول صغير الحجم تقريبا. ممكن تكون سوي الحجم، ممكن يكون ناتج عن امراض مزمنه كرونيك ديسيز، ممكن يكون ناتج عن نزف مزمن. اذا كان سوي الحجم لقينا الام سي في طبيعي. اذا لقينا فقر الدم كبير الحجم هون احنا حنطلع على مشعر بسموه كمان الار دي دبليو. اذا لقيناه مرتفع حنقول انه هي الحاله مثلا ميجالوبلاستيك انيميا، فقر دم عرطله. ممكن ناتج يكون عن نقص الفيتامين بي 12، ممكن يكون فوليك اسيد البي 9 اللي بيستخدموه بشكل دائم. كمان هون رح نعمل تحاليل متممه للبي 9 والبي 12، ممكن نضاف عليه كمان تحليل الهوموسيستين لانه هذا كمان مشعر مهم كثير. او مثلا ممكن نلاقي الار دي دبليو طبيعي، ممكن نفوت احنا على حاله مثلا اي بلاستيك انيميا. هون حنطلب طبعا يعني اجراء دمويات، حاله ضخمه يعني بانواع فقر الدم. ذكرت من شوي انه في انواع كثير لفقر الدم وذكرت الاعراض، هل الاعراض بتتشابه مع كل انواع فقر الدم؟ يعني هي نفس الاعراض؟ لانه بنشوف كثير اشخاص يعني صاروا مثلا انه انا حسيت بدوخه وهي الاعراض اللي عم تحكي عنها، حتى يمكن بيقولوا الاصفرار بقلب العيون، فبيروحوا ليمكن ليعملوا تحليل منهم من حالهم، او يلا انا باخذ الشغلات اللي بتعوض لي فقر الدم بدون ما ينتبهوا انه هذا شو، كونه ذكرت انه له كثير انواع. تماما. هلا هون فقر الدم نحن عندنا حالات من بسيطه لشديده. البسيطه ممكن تتعالج بامر بس، ممكن تكون شديده تحتاج لنقل دم بشكل دائم. بس الاعراض نفسها؟ الاعراض طبعا بالبدايه حتتشابه، بس الاعراض حتختلف شدتها بين فقر الدم البسيط وفقر الدم الشديد، حتختلف الشده معها. هلا اغلب العالم هلا اليوم عم تعاني من فقر دم تمام، بس بشكل متوسط لخفيف. هي يعني الوارد الغذائي هو اللي بده يقدر يعوضه يعني، او المتمم الغذائي. طيب كونه ذكرت المتممات والاغذيه، اليوم نحن في خطه علاج، اليوم حضرتك الحكيم المختص بيروح فيها مع المريض حسب نسبه العوز. قبل ما نروح للعلاج اليوم، قد ايه النسبه الطبيعيه، الحدود يعني الطبيعيه كمخبر يعني بفقر الدم عند الشخص، قد ايه المفروض يكون النسبه اليوم موجوده؟ تماما. هلا بالنسبه للنساء نحن لازم تكون نسبه من 12 ولا اعلى، من 12 لل 14 15. والذكور؟ الذكور من 13 ونص ل 16 كمان. طيب علاجيا اليوم حكي، ما بين الابر، ما بين المتممات الغذائيه، وما بين الغذاء الموجود بالبيت، اليوم كيف خطه العلاج عم تمشوا عليها؟ تماما. اول شيء نحن بعد ما تحدد شو النوع نحن نعوض نحن العنصر الناقص. ان كان الحديد ممكن نحن نعوضه عن طريق الفم، ابر شرب حب ابر شرب ممكن نعوضه عن طريق التسريب الوريدي، او ممكن يكون الفوليك اسيد ممكن نعوضه، او ممكن يكون بي 12، او ممكن يتشاركوا مع بعض بحال نعوض ثلاثه سوا. ممكن نعوض نحن بهرمون، هرمون الاستروبيوتين اذا كانت عندنا مشكله بالكلي رافقت مع عوز حديد. هون اول شيء نحن بدنا المتمم الغذائي بده يتبع حسب النقص الموجود. خلينا نحكي شوي دكتور هيك على النصائح يعني لأشخاص أنه ليقدروا يتعايشوا مع هي الحالة، خصوصا الحالات الخفيفة أو المتوسطة، أنه ليقدروا أنه يتداركوها. تماما. أول نصيحة أنه قبل ما نفوت بالأعراض أو خلينا نقول عوامل الوقاية،
اول نصيحه هو لازم دائما تجرى تحاليل بشكل دوري، خاصه عند النساء اليافعات، مره كل 6 شهور. من بعدها نحن نرجع مع الطبيب المختص لنحدد شو السبب، ولما بدنا ناخذ احنا الطبيب المختص ياخذ يعطي العلاج اللازم او العلاج اللي هو ناقص للخضاب، بدنا ناخده بشكل تعليمات صح، ما نشاركه مع ادويه، نعمل فاصل زمني 3 ساعات كحد ادنى مع اي دواء ثاني مشان يصير عندنا الامتصاص بشكل كامل. هذا شغله كثير مهمه. واذا بتحبي نصيحه مهمه كثير، لما دائما اذا كان عندنا فقر دم بعوز الحديد ممكن تكون عندنا مشكله بالامتصاص. بقى انا بتمنى بعد ما تم التشخيص نعمل تحليل الحديد على الريق، تمام، قبل ما نبتدئ بالعلاج، حيكون ناقص اكيد. بعد ما ناخذ الحبه بساعتين لازم نرجع نعيد تحليل الحديد، هون لازم نلاقيه مرتفع، هون نحن ضمننا انه هي الحبه هي فعلا فعاله. نعم. وفعلا استفاد الجسم، وصل الحديد بكميه مناسبه لمجرى الدم. طيب احيانا هيك بعض الاشخاص يعني بيتكاسلوا، بعض الاشخاص يعني لا يروحوا للمخبر يعني بسبب ضغط العمل، بسبب ضغوطات الحياه، فبفوتوا بهي الاعراض وبيشعروا فيها اليوم انه هنن حدا تعبان، حدا اليوم يمكن من طلعه درج عم يتعب، نفسه عم بيضيق، عم ينحف بدون اسباب مع انه حدا عم ياكل، يعني في مشكله، ولكن اليوم ما في روح على الحكيم ولا في مخبر، اليوم في مضاعفات، هذا الجسم اكيد بده يتاثر بالشيء السلبي. يعني في حال يوم ما تم معالجه فقر الدم وبقي الانسان على وضعه، شو يعني اكثر مستوى بالمضاعفات ممكن نصل له؟ ما بنراقب العالم، اكثر مستوى ممكن نوصل للموت. منيح. هذا اكيد يعني، بس بالنسبه للحالات الشديده اكيد يعني، هو اكيد الانسان ما رح يتكاسل ويوصل للمرحله الشديده، اكيد هو رح يلجا لفكره حكيم انه احنا دائما بنروح بالحاله الاسعافيه لكل الحالات، مو بس اليوم بفقر الدم، فبتكون رحله العلاج طويله وشاقه على المريض وعلى المختص اكيد يعني. هذا الشيء كثير حلو يعني، وهذا السؤال كثير حلو. اليوم في فرع بالطب اسمه الطب الوقائي، هذا فرع جديد. هذا الطب الوقائي اول شيء اليوم بلشت تتغير المفهوم، صار العالم تهتم شوي بالصحه زياده، صرنا نقول ممارسه الرياضه والتغذيه السليمه والابتعاد عن العوامل المسببه للاذى الجسدي او الاذى العضوي، ومن ضمنه هو التحاليل الدوريه. التحاليل الدوريه اليوم صار جزء من المفهوم او صار جزء من العيش، مثل كأن واحد نازل على دوامه لازم كمان يعمل تحليل دوري. هي ثقافه بنتعود عليها يعني. كل امتى دكتور تقريبا لازم نحن نعمل هذا التحليل؟ اللي ما بيشكي من اي مرض كل سنه مره بشكل يعني هيك كافي وجيد، بس احنا اليوم هذا فرع، واليوم شركات التامين برا عم يجبروا المريض، لقوا هن بتعرف انه بيبنوا المعلومه على دراسه احصائيه، بالدراسه الاحصائيه لقوا انه لما لقوا التحاليل الدوريه الناس واظبوا عليها اكتشفوا المرض بالبدايه، كان كوست العلاج تكلفه العلاج قليل، كان معدل الشفاء اعلى بكثير لما لقوا المرض بالبدايه. هون شركه التامين صار جبرت الاشخاص خاصه بعد سن معين على الالتزام بالتحاليل الدوريه، لما التحاليل الدوريه يعني حتنفذ المريض من تكلفه علاج كبيره ومن مشقه بالعلاج، حيكون معدل الشفاء اعلى. كيف اذا حدا طلب له الدكتور تحليل وطنش السيره؟ خلص نحن بنسحب له دم من عيون. تمام، خلينا نتوسع شوي بعوامل الوقايه دكتور، يعني خصوصا بالاغذيه مثل ما ذكرنا انه في ناس يعني بتتهامل عن القصه، ممكن تكون بالبدايات حست بهي الاعراض، شو اهم الاغذيه اليوم اللي ممكن بدايه تتداركها بعدين بنروح لقصص الادويه؟ تمام. هلا الخضروات هو عنصر مهم، بيقولوا السبانخ، العدس، بقدونس، العدس، ممكن تكون بيقولوا انه جزء من السودا او الكبده. هون بدي اسالك حكيم، يعني اليوم في اختلاف طبي اليوم بموضوع السودا، يعني حدا من الاطباء يعني كان متواجد معنا بالصباحي وهو قال لنا انه اليوم السودا هي ممكن تدعم موضوع نقص البروتين، ما لها علاقه ابدا بفقر الدم. بالنهايه هو حامل، حيكون حامل مساعد، يعني انت عم تتوقع انه فيتامين سي، فيتامين سي حيشارك بتشكيل الخضار، وبالتالي هو كمان عامل مهم ما فينا نحن نهمله. بس هو ما له اساس، يعني اي حدا اليوم اي عامل هو اساس لك روح جيب سودا وكول وعندي بيقول لك عندي كول سودا. لا نحن اول شغله من طلع اذا كميت هذا النقص، اول شيء نكتشف عن طريق المخبر، وبالتالي هون لما يكتشف النقص عن طريق المخبر حيحدد قد ايه الكميه، يعني ممكن نحن لما واحد يتجه باتجاه تغذيه سليمه حيكون كافي، اما نحن نعتمد على التغذيه بديل عن العلاج الكيميائي اكيد لا. إن سودا، إن بقدونس، إن عدس، العدس الاحمر، سبانخ، لا الاسود او الاحمر حكيم او اثنيناتهم فيهم عناصر غذائيه، بس هو غير كافي يعني يعوض عن العلاج عن الدواء الدي اكيد، يعني مو معقول واحد ياكل مثلا كميه كثير هائله من العدس مقابل حبه،
يعني ممكن تكون ابره الشرب هيك ديكوفير بقلبها مثلا 300 هي اذا كانت نسبه فقر الدم شديده حتى ولو كان لازم نعوض بسرعه لانه لازم فقر الدم احنا ما نستمر فيه. اول شيء حيعمل تعب، حيزيد تسرع القلب. تسرع القلب ممكن احنا يؤدي الى فشل قلبي بالنهايه، لانه احنا عم نعمل اجهاد للقلب اكثر من المفروض. وهو القلب هو عضو اساسي هو عضو لا ينام تم فعال، هو ما هو احنا هذا اكيد هو هذا القلب اللي احنا لازم نساعده. فقر الدم حيزيد عدد الضربات، حيزيد تسرع. فاحنا عشان احنا نتفادى مشاكل قلبيه بالمستقبل لازم دائما نتعوض بشكل سريع. انا مو مع المعوضه بالتغذيه، هذا رايي صراحه. يعني اليوم دائما عم بيروحوا الاخصائيين انه للموارد الطبيعيه من الاكل الطبيعي، ولكن اليوم مثل ما ذكرت حضرتك انه وقت بيكون النقص يعني بنسبه عاليه، نحن اليوم مضطرين نروح حتى للابار للمكملات الغذائيه. ويمكن اليوم النساء بعد سن ال 30 او ال 40 المفروض يكونوا بيروحوا بالمكملات الغذائيه. بعد سنة بالعشرين 30 40 هن لازم ياخذوا مكملات لانه عندهم هن فقد شهري للدم. هلا بعد سن الـ40 بالعكس حيصير عندهم الخضاب افضل بكثير، لانه هن ما عاد عندهم هذا الفقد، وبالتالي صار الوارد الغذائي بتوقع بشكل كافي. هل في نوع من الادويه دكتور يعني هي بتاثر على فقر الدم، يمكن بعد ادويه التنحيف او خلينا نقول الرجيم القاسي في كثير سيدات بتتبعه، ممكن تاخذ ادويه ممكن يكون لها علاقه بفقر الدم؟ ايه اكيد 100%. اول شغله من ناحيه التنحيف، حتى عمليات قص المعده ممكن تاثر على الامتصاص بشكل كثير كبير. بالنهايه نحن حيبتدئ مرحله الامتصاص اما للغذاء او بالدواء بالمعده، وبالتالي حموضه المعده هي هون بالبدايه هي عامل اساسي. اول شغله ممكن تكون ادويه مضادات الحموضه اللي عم ناخذها نحن تاثر كثير على الامتصاص. ممكن عمليات قص المعده تاثر على الامتصاص. ممكن ادويه التهاب سيبروفلوكساسين، ادويه السل، هي كلها حتاثر على الامتصاص للوارد الغذائي. ادويه السل، مضادات الحموضه، عوامل قص المعده، ممكن تكون دواء الميتفورمين. ممكن يسأل كثير عم يستخدمون التنحيف مع انه هو لتنظيم السكر. الميتفورمين كمان ممكن ياثر على العوز ب 12 ويسبب فقر دم عرطله. ما في كثير ادويه هي حتاثر. وانا بتمنى اي حبه او متمم غذائي نعمل فاصل زمن كبير مع اي دواء ثاني. ودائما اليوم بالوقاية وبالكشف الدوري واجراء التحاليل المخبرية اليوم نحن قادرين يمكن نسيطر على اي حاله مرضيه او حتى نقص داخل الاجسام. لما نتشكر حضورك اليوم الدكتور بهجت اخصائي في الطب المخبري، يسعد صباحك وشكرا لك المعلومات اللي ذكرتها. شكرا لك. شكرا لحضورك دكتور للمعلومات اللي قدمتها.